السلام عليكم. أعطينا هواتف الحافلة من فضلك. شحال تمشي هذه المسافة تاعها؟ 800 هم يعيطوا لك تصوني. فيها جي بي اس. ما عليناش. هذه بلوس 600. شاطي غالقينهم في الشركة. هذه هي. لالين تاعك تحب يقول بلوس 600 كيلومتر. بلوس. دوزيام شيفور عندك؟ عندي. هذا افتح لي الباب من هنا. اسمح لنا اخونا معليش. حس مسعود تحمل الاغواق. لا لا منا لا بوسعادة. اي ترى يا ابو سعد تو دوزيام شيفون اعطيني بوس. السلام عليكم. اعطينا البوش تاعك هنا. تفضل. تفضل خونا. طريق سلامة خويا العزيز. أسهل معايا سائق حافلة. واش متراجي تخدم الجزائر؟ حسين مسعود جزائر غردية. قال المسافات طويلة على كل حال. مسافات طويلة جوستومون. احنا نهضروا خاصة المسافات طويلة الآن. المسافات طويلة نعم. يعني نتأسف على الشيء اللي راه واقع في 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 الحوادث تاع الحافلات بالخصوص. وثاني نتاسف اللي رانا مصنفين من مع المجرمين ومع هذيك. وانما انا دائما نحب نوعي عن الشباب راه يتكون معنا هنايا. حنا دائما نوعيهم بصفتنا كبار وبصفتنا رانا قدم في المهنه هذه. حنا نتمنوا دائما ونشكر ثاني كما يقول لك حتى الصحافه ثاني اللي راه يتعاون فينا هي والدرك والامن. نشكرهم شكر الجزيل في الطرقات. انا واش نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ونوعي الشباب هذا وبالخصوص السائقين المتهورين ماهمش كاع. على كل حال كاين ناس راهم ذوي خبره قديمه. لا كاين مخلصين احنا نوصل عليهم هذوك ما شاء الله وما اكثرهم. الرساله تاعنا للمتهورين والشباب اللي سائقين ما نقولوا الشباب حتى عندنا بعض الشباب ثاني الله يبارك. عندنا السائقين المتهورين هذو احنا ماذا بنا يوميا ننصحوهم ونقول لهم يا ودي احنا هذه الناس المسافر اللي راه يركب معنا راه داير فينا ثقه كبيره. حتى ودير فينا ثقه نقولوا 60% ماذا بينا يولي داير فينا ثقه 100% ان شاء الله. حنا واش تقدر تقول لنا يعني من خلالك نتايا باسم جميع السائقين الحافلات انت اليوم راك تدافع عليهم. كاين اللي راهم يشوفون فيكم نظره ماشي مليحه كما يقول لك راك تصنفوكم مع المجرمين مع الارهابيين. انت واش تقدر باسمهم تدافع عليهم واش تقدر تقول؟ انا ندافع على السائق اللي صالح والسائق اللي ذو خبره والسائق اللي حافظ على المسافر. باسكو سلامه المسافر في سلامتنا احنا في يدنا احنا. سلامه كما يقول لك حتى ماذا بينا نخفوا حتى على سلطات الامن وسلطات الدرك نخفوا عليهم شويه. راهم يوعوا فينا في كل حاجز يوعوا فينا ويفهموا فينا في كل حاجز. وماذا بيا انا نتمنى حتى احنا قلت لك باش نخفوا على سلطات الامن وسلطات الدرك الوطني نخفوا عليهم. انا واش نقول لك الاخ كريم؟ نقول لك الراكب امانه والسائق ضمير. الحمد لله هذه. الحمد لله وان شاء الله نتمنوا دائما في التأني سلامه في العجله ندامه. بارك الله فيك. اول المخالفات من الدرجه الثالثه نجد مثلا رفض الادلاء بالمعلومات للمصالح المختصه واخص بكل المصالح الامنيه او مصالح وزاره النقل. التصريحات الخاطئه او الكاذبه خاصه عند تقديم الملفات في الوهله الاولى عندما تكون لهذا المواطن الرغبه في الحصول على الخط. ايضا وضع مركبات اضافيه غير مرخص بها لان هناك بعض الشركات له بعض الاشخاص لهم اكثر من حافله. في بعض الاحيان تكون هناك حافلات اضافيه غير مرخص بها في العمل. بالاضافه الى التوقف الظرفي للخدمه دون ابلاغ تصريح الاداره. ايضا نقطه من التصنف تعتبر من بين المخالفات من الدرجه الثالثه وهي عدم تقديم التذاكر للمسافرين او عدم تطابقها مع المقاييس لانه التذكره لازم يكون فيها رقم الخط الاسم والرقم واللقب الكامل ايضا كل وايضا الرقم التوضيحي وخط الخط المعني بنقل المسافرين بالإضافة إلى التذكرة. نقطة أخرى أيضا عدم احترام التسعيرة المعمولة بها على مستوى الخطوط. في بعض الحالات يتم رفع التذكرة ببعض الأشخاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخ كريم شفناك بلي أنك سائق في حافلة تاع الجزائر. واش من الجزائر وين؟ حسين مسعود. جزائر حسين مسعود. دونك
هي صح مسافه طويله، شحال فيها من الجي حسين سعود؟ قول قريب 900. 900 الله يبارك، 900 دونك 900 كيلومتر، حاجه يعني مسافه ماهيش قصيره. دونك شفنا باللي عندك دوزيام شوفور وحاضر معنا، دونك واش رايك في الناس والسائقين اللي ما عندهمش يستعملوش دوزيام شوفور، ولا كاين بعض التحايل من بعض السائقين يقول لك عندي دوزيام شوفور ولكن هو في الحقيقه صاحبه يحطه في الطريق؟ هي نورمال دوزيام شوفور لازم يكون في الحافله، يكون بالباج تاعو بالاخر يسمى هاو باين عنده. ايه صافي، الصدير احنا كما قال لازم يكون عنده رخصه باللي سائق. صح. كاين حاجه الاسم كريم وريحان جمال، الاخ جمال، الاخ جمال كاين واحد الجهاز ضروري يكون في المركبه تاع الحافله اسمه لو كرونو تاكيغراف، وانا نعيطوا له احنا المشار، الجهاز اللي يعني يراقب الحافله. اسكو هذا الجهاز عندك انت؟ عندي اياه. وراه عندك؟ ها هو. نقدر نشوفه؟ اه تقدر، لازم من ناحية راه لداخل. لا لا مش لداخل. لداخل صافي، هو هذا دوك جي بي اس، هذا تستعمله صافي باه تنوض الكار وضوك ياتيك نورمال مو كي تجي تنوضها تنوض ما ديرش هذا ما تنوضش. وثانيا هذا ينديكي دوك لو كان يعني تفوت السرعه تلحق تاعك فوق ال 100 تصوني في الشركه. بارك الله فيك. تسمى الجهاز محدد شحال من 100 كيلومتر على الاور؟ اه 100 كيلو. هي نورمال مغلوقه في 100 بصح كاين وين 99 تصوني، هي نورمال 100 ما تزيدش على كل حال. وحنا كيما قال هكذا تساعدنا دوك. انا راني نمشي 100، كاين بلاكه نقول لك ماشي نقول لك الطريق قاعد تمشيها 100، كاين وين البلاكه تمشي على حسب بلاكه وين الطريق تعرفها. يعني كاين احيانا بعض الركاب يقولوا للسائق اجري، اسكو صرات لك انت هذه؟ احنا يعني على كل حال كاين اللي يقول لك يا ودي على قداش نلحق، ما نقولوا ما نقدرش نقولوا نحدد له يعني الوقت ولا. انت شفت حادث بس انت عندك خبره في التراجي، اسكو شفت حوادث؟ حادث ونقول لك يعني ما عندي الحمد لله هونكا جامي درت ديكا جامي كيما قال راني من 86. اخر حادث مرور شفتو؟ شفت تاع عين الحجر لهنايا هذه اللي صارت غير كذا. ايه هو ثم نورمالمون الطريق كي تكون مشمخه ولا مع فيراج ولا الانسان ما يقريو البلاكات تكون 80 تمشي 60 باسكو نقول لك على الشتا صافي الطريق كي تشمخ ما تتبعش على حساب البلاكه لازم تنقص السرعه تاعك. دوك نقولوا البلاكه دير 80 انت لازم تمشي 60 صحيح. سو كاين بزاف سائقين اخ جمال يحصلها في الطريق يقول لك الطريق ماشي مليحه. سي فري الطريق تاعنا دي فوا ماشي مليحه، مي لازم الانسان يمشي على حساب الطريق. صح. دوك حنا رانا نشوفوا دوك كيما بوزكزا هنا كيما قال البويره والاخر بروميير بوزيسيون محفوره، الدوزيام محفوره، كي تمشي لو كان تكون الطريق مشمخه تمشي الكار دير هاك تروح وجهي صافي لازم تخرج للتروازيام بوزيسيون. تكيف السرعه تاعك حسب الطريق؟ ايه تمشي على حسب الطريق تاعك. احنا كيما قال كاين وين تتلقى الاخر صعوبات من الطريق، كاين وين تلقى صعوبات ما. الاخ جمال الحافله تاعك تتوفر بالاجهزه الضروريه بوات فارماسي اكستنتور امورات؟ انا ما نكذبش عليك الحافله بوات فارماسي دائما تكون بوات فارماسي وراك دايرها؟ اسكو راهي اكسيسيبل للركاب ولا لا؟ مخبيه مخبيه لازم ما لازمش تخبى، لازم الركاب يشوفوها وما لازمش تغلق كادنا. لا لا هاي عندنا ماشي فوالا هاي تغريدو هاي على كل فوالا. قبل ما نكمل معك الاخ جمال نشكرك على نظافه الحفيله يعني ما شاء الله. ما نكذبش عليك لازم دائما تكون نظيفه، ما نحب حتى واحد. نؤكد بانه اصحاب مركبات نقل المسافرين هم معنيين بكل الضوابط القانونيه الخاصه بقانون المرور للحفاظ على ابعاد السلامه المروريه، ثم ايضا هم معنيين بضوابط الضوابط المهنيه او ما يعرف بمخالفات التنسيق، اذا عليهم ان يتقيدوا بكل هذه الضوابط. لماذا؟ لانهم يمتهنون هذه المهنه وهم ملزمون بان يكونون قدوه لغيرهم باعتبارهم سواق احترافيه. نسقسي برك دوزيام شوفر كلمه حبر ربما يعطي له كلمه اخيره وتقول لنا. المهم كما يقولوا الانسان مسؤوليه برك، مسؤوليه تاع الارواح تاع الناس. هذا ما كان. انت دوزيام شوفر؟ دوزيام. عندك ترونسبور؟ عندي. شحال فيهم راك تايا؟ ثمان صغير. 33. الله يبارك، حسبتك 21 سنه. على 33. الله يبارك فيك.
راك مع اونسيان، راك مع اونسيان تتعلم راك تخدم. راني نتعلم ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله الانسان كما يقولوا كما قلت لك الانسان يتوصى على المسؤوليه تاع الناس برك. ان شاء الله يا ربي هذا ما كنش ربي يحفظنا في الطريق هذا.